بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، ربي يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام. رمضان مبارك إن شاء الله. اليوم رانا في المدرسة القرآنية في مسجد موفق مصطفى في حي النواورة الجديدة. سؤالنا دائما مع السؤال المسائي لرمضان المبارك إن شاء الله. معنا الشيخ البشير، دوري تفضل الشيخ البشير. بسم الله. بسم الله الشيخ البشير، ربي يحفظه ان شاء الله. بسم الله. احد سكان الغوره. الشيخ البشير، كلمه في رمضان. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على رسول الله الكريم. مرحبا بكم اولا، وتقبل الله منا ومنكم، وشكرا على هذه شكرا على هذه اللفتة الطيبة التي تلقيت بها وجدتوا عندنا ربي يحفظكم ان شاء الله. والسلام عليكم. بارك الله فيك. ربي يحفظك ان شاء الله. شكرا حفظك الله. اذا كنت ختم خير رحمه الله. تحول الى مع الاطفال الان، مع اطفال القران الكريم. انتم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، تعرفوا الرسول عليه الصلاه والسلام. وكلنا نحب الرسول صلى الله عليه وسلم. كلنا نحب الرسول صلى الله عليه وسلم. اليوم رانا 17 رمضان. 17 رمضان. في 17 رمضان، في الثامن من الهجرة، يوم الجمعة، في 17 رمضان وقعت أول معركة في الإسلام. واسم هذه المعركة؟ أروح. أروح أنا أسأل. أعطينا اسمك. بلال. سلاك، أعطينا اسمك. نوري بلال. نوري بلال، واسمها المعركة؟ معركة الرسالة. بدر. معركة الرسالة، ليست معركة الرسالة. واحدة أخرى. السؤال لكن سؤال مع سؤال واحدة، تفضل روح. سهل راه سهل السؤال. أعطينا اسمك. اسمي أنس نوري. صح، وش هي المعركة؟ بدر. بدر، معركة بدر، أو جاب نص السؤال جاب. هذا نص الجواب. هي معركة بدر. قداه كان عدد المسلمين فيها بدر؟ كم عدد المسلمين؟ كم عدد المسلمين؟ ثلاثة بارك المعركات. إذا الإجابة صحيحة، الإجابة صحيحة، هي معركة بدر الكبرى. معركة بدر كان فيها المسلمين 300 مسلم، والمشركين كانوا 1000. هيا قد كانوا عدد المسلمين 300، وعدد المشركين قد 1000. ثم في رايك تقلب 300 ولا تقلب 1000؟ 1000. صح 1000 تقلب. في الواقع كي نعود نحكوا على الواقع، تقلب 300 ولا 1000؟ 1000. هذا واش قلنا؟ 1000. بدها تقلب 1000 ولا 300؟ 1000. بالصح اللي انتصرت هم 300، هم اللي انتصروا. عارفين عليها؟ ايه. علاه انتصروا؟ بهم ملائكة يحاربون. أولا القائد تاعهم الرسول صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. ثانيا مؤمنين آمنوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، ثم نصرهم الله سبحانه وتعالى بالملائكة. إن تنصروا الله ينصركم، إن تنصروا الله ينصركم. ومن خلال المدرسة القرآنية هنا في مسجد موفق مصطفى بحي النواورة الجديدة، ندعو الآباء والأمهات بالاستثمار الحقيقي، وهو تعليم البنات والذكور، تعليمهم القرآن الكريم، تحفيظهم كتاب الله سبحانه وتعالى. القرآن القرآن القرآن. صح. ثم النصيحة لكم انتبهوا، وش ربي يقول سبحانه وتعالى: وبالوالدين إحسانا. وبالوالدين إحسانا. إحسانا معناه يجب أن نطيع ونبر الوالدين. وين هم الوالدين؟ الأم والأب. إجابتك أنت صحيحة كذلك، الأب والأم. هو قال الأم والأب، وأنت وش قلت؟ وأنت قلت الأب والأم، حتى الاختلاف في الإجابة. الأم والأب، لأنه ذاك الصحابي اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوصيني
من أحسن الناس بحسن صحبتي؟ قال ثم أمك الأم ثلاث مرات والأب مرة واحدة. ربي يوفقكم إن شاء الله. إذا الجائزة واحد الجائزة تاعك هذا اللي جاوب. نعم الجائزة عبارة عن بداية المصحف، هذا مصحف الكريم، مصحف، ثم مبلغ 1000 دينار جزائري، 1000 دينار جزائري، 1000 دينار جزائري. هذه جائزة لي. إيش قلت اسمك؟ أنس النوري. أنس، ربي يوفقه إن شاء الله، وربي يوفق الجميع إن شاء الله يا رب العالمين. انتظر معنا قليلا، انتظر.